السلام عليكم. ذهب الحوثيون إلى مشاورات سرية في الرياض، أرادوها أن تكون غير معلنة من طرفهم على الأقل، إلا على سبيل ما يتم إنزاله على هيئة منشورات مقتضبة على صفحة الناطق باسم الميليشيا في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المشاورات يتم الإفصاح عنها من جانب المسؤولين السعوديين الذين يبرهنون على الدوام أن المشاورات ليست ذات طابع ثنائي بين الرياض والميليشيا، وأنه لا يمكن إبرام أي اتفاقات وتسويات دون سقف القرار الأممي 2116. وزير الخارجية السعودي أكد أن الممثلين من الطرف المتمرد في تفاهمات الرياض يقتصر على الحوثيين، كإشارة على أن صالح أصبح خارج معادلة المشاورات السياسية بشقها الإقليمي وعلى ما يبدو أيضا الدولي، إذ تبدو أطراف دولية ذات صلة بالملف اليمني حاضرة في مشاورات الرياض من خلال تحرك السفراء هناك، تحرك يأتي متزامنا مع تلك المشاورات التي تتم بعيدا عن أضواء وسائل الإعلام. بالمقابل يظهر خطاب مراوغ من قبل الميليشيا بخصوص ما يدور هناك، خطاب يذهب على الضد مما جاء على لسان المبعوث الأممي في مؤتمره الصحفي الأخير بخصوص النقاط الخمس المتعلقة ببنود القرار الأممي. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي يدور في تلك المشاورات السرية تحديدا؟ ولما لا تكون تلك المشاورات والمباحثات علنية كما حصل إبان توقيع المبادرة الخليجية؟ وما موقع تلك المشاورات من القرار الأممي وأهداف التحالف والمقاومة المتمثلة بإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة الشرعية؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير. النسخة السرية من حوار الرياض، حدث يعيد إلى الأذهان حوار الرياض الذي انعقد منتصف مايو من العام المنصرم بمشاركة واسعة من القوى السياسية المساندة للشرعية وقاطعه الحوثيون والمخلوع صالح. وكان القرار الأممي رقم 2216 قد نص على ذلك المؤتمر كمحطة في مسيرة التسوية السياسية، ودعا جميع الأطراف إلى المشاركة فيه بمن فيهم الانقلابيون. دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. لم يطرأ جديد على ثوابت الموقف السعودي من الأزمة اليمنية، بل أن دور المملكة بات أكثر تعقيدا في المشهد اليمني بعد أن قادت منذ 26 من شهر مارس من العام الماضي تحالفا عربيا واسعا استهدف إعادة الشرعية وإنهاء الخطر العسكري لميليشيا الحوثي المرتبطة بإيران. ذهب الحوثيون إلى حوار أرادوه سريا وأرادوه موازيا وبديلا عن المشاورات التي اعتادوا المشاركة فيها في مقابل الحكومة اليمنية، لكن تعمد الكشف عن هذا الحوار من جانب المسؤولين السعوديين وفي مقدمتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبرهن على أن الحوار لا يكتسي طابعا ثنائيا بين الرياض والميليشيا، بل يهدف بدرجة أساسية إلى ترويض الميليشيا للقبول بتسوية لن تكون دون سقف القرار الأممي. وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد من جهته أن الممثلين من الطرف المتمرد في حوار الرياض السري يقتصر على الحوثيين، وهي إشارة إلى الطبيعة التفكيكية لهذا الحوار الذي يبدو أنه عازم على إقصاء المخلوع صالح وجناح المؤتمر الذي يتزعمه من أي دور مهم في اليمن خلال المرحلة المقبلة. ثمة تواجد لافت لممثلي حكومات غربية في الرياض عرف عنها صلتها المباشرة بملف الأزمة اليمنية، وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا، تواجد فسره مراقبون بأنه دليل على الطابع الشامل لحوار الرياض السري، وذهبوا إلى حد توقع بأن يسهم هذا الحوار في صياغة الخطوط العريضة للاتفاق المفترض أن تسفر عنه جولة مشاورات الكويت. يمضي الحوثيون في تسويق خطاب مراوغ تجاه حوار الرياض وجولة مشاورات الكويت المقبلة، وذهبوا إلى الضد مما كشف عنه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ فيما يخص أجندة مشاورات الكويت. أمل الانقلابيون في حصد مكاسب سياسية تعفيهم من الالتزامات التي لا يرغبون في تنفيذها، وخصوصا تلك المتصلة بالقرار الأممي، ولكنهم على خط الإذعان ماضون بعد أن جربوا كل خياراتهم العسكرية في وجه شركاء الوطن والتحالف. نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو الباحث السياسي في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. مساء الخير دكتور. أهلا بكم دكتور. كيف تقرأ المشاورات غير العلنية في الرياض بين الميليشيا والجانب السعودي؟ والله المباحثات تعكس ما يحصل في الميدان بشكل أساسي، لها أبعاد كثيرة. أولا ما هو متعلق بالعمليات العسكرية، وما هو متعلق أيضا بالوضع السياسي والاقتصادي في اليمن، والسعودية هي من بيدها أوراق القوة، وهي من فعلا تقود المعركة بشكل أساسي أو بقيادة التحالف، وهي تدرك تماما مدى التغير الذي طرأ على كل هذه المحاور سواء العسكرية أو
الاقتصادية والسياسية، وهناك نجاحات كبيرة جدا على المستوى مثلا العسكري. الآن هناك قوات التحالف مع أيضا الشرعية مع القبائل والمقاومة بكل ثقلها على مشارف صعدة وصنعاء، وما له أيضا من تداعيات وخيمة على الحزام القبلي الذي بدأ يتململ ويتداعى أمام الضغط هذه العمليات العسكرية. وهذا أيضا انعكس على هذه المباحثات وعلى انكسار الحوثي وذهابه منفردا إلى الرياض. هذا جانب. الجانب الاقتصادي أيضا ومدى قدرة البنك المركزي على أيضا تحمل على الصمود أمام هذا النزيف الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه اليمن، أيضا له القبض ظلاله أيضا على انكسار هذا الحلف الانقلابي. ناهيك أيضا عن البعد العسكري اللي يمثل أيضا في الانشقاق والتصدع الموجود في شقي الانقلاب نتيجة أيضا لضغط التحولات على المشهد العسكري في الداخل وأيضا الإقليمي والدولي المتمثل بالانسحاب الروسي، والذي أعطى بعد كبير جدا مؤثر بشكل بالغ على قوى التحالف، والذي كان يعول عليه صالح أيضا في جر الروس إلى اليمن على غرار ما حصل في سوريا. أعتقد انسحاب السوري كان صفعة مؤلمة للانقلاب في اليمن، وأعطى أيضا بعد قوي جدا بنزع التوتر والتصعيد على المستوى الإقليمي، أعطى بعد قوة للمملكة العربية السعودية وللتحالف أيضا بهامش للحركة في اليمن وعلى مسار التسوية. طيب لماذا هذه المشاورات تأتي في أجواء غير علنية؟ لماذا لا يعلن عنها بشكل واضح؟ يعني خاصة من قبل الحوثيين هناك محاولة للتكتم، محاولة واضحة للتكتم سواء على أجندة هذه المشاورات أو التفاهمات، وكذلك حول طبيعة من هم مرسلين من قبل الحوثيين إلى الرياض. بالنسبة للحوثي اعتقد أن العملية في غاية الحساسية، لاعتبار أن الحوثي كان يركز في حربه ضد العدوان، وبالتالي كان يجيش كل قبائله أن هناك معركة مصيرية ضد العدوان السعودي. وبالتالي الآن في قلب هذا الحدث الكبير الآن وهذه الانتصارات الكبيرة وقوات الحلفاء الآن على مشارف صعدة وصنعاء، يأتي أيضا يذهب إلى التفاوض مع السعودية، يعطي إشارات مؤلمة جدا على المستوى الميداني، وبالتالي هو لا يريد أن يوصل أتباعه إلى هذه المرحلة. وبالطبيعي نحن ندرك تماما حساسية الموقف بالنسبة للحوثي وللتحالف، وهو أمام حالة فعلا صار الحوثي الآن حالة صادمة قوية جدا نتيجة لآثار الهزيمة العسكرية وأيضا هذه الهزيمة، لأنه أصلا المباحثات والذهاب إلى الرياض لا يعطي إشارة إلا الانكسار أو الاعتراف بالهزيمة، وخاصة غير علنية يعني هذه. نعم، وعادة هي في كل المبادرات والاتفاقات الدولية التي تحصل يعقبها أو يسبقها دائما اتفاقات سرية تقودها المخابرات أو أطراف معينة تمهد للإخراج الكامل في الاتفاقيات التي تحصل. طيب أرجو أن يعني سنواصل نقاش دكتور، لكن ينضم إلينا الآن الناشط والمحلل السياسي الأستاذ باسم الحكيمي. مساء الخير أستاذ باسم. أهلا وسهلا أستاذ باسم، باعتبار أنت في الرياض هناك مشاورات غير علنية بين الحوثيين والسعودية هناك قبل مفاوضات الرياض كما يعني هو واضح، ما الذي يدور هناك تحديدا؟ نعم، الحقيقة هناك مفاوضات تجري من طرفين انقلابيين، والسعودية وما يثير الشكوى هو أن أجندة وأدبيات هذا الحوار لم تخرج إلى 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 العلن. هناك حرس تكتيم كبير جدا بين هذه المفاوضات، لا ندري ما هي مرجعياتها، ما هي أدبياتها، ما على ماذا تستند بالضبط. كل ما نسمعه من تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه قال أن هذه المفاوضات ستكون اللجنة لمفاوضات الكويت، وبالتالي أنا باعتقادي أننا أمام غموض كبير جدا يربط المشهد السياسي، خصوصا في أعتقد أنه يجب على الشرعية اليمنية أن تكون على اطلاع بصحوة هذه الاتفاقات بين الحوثي والسعودية. والأصل أنه وفقا للمرجعيات المتفق عليها أن أي تحاور أي حوارات سياسية لا بد أن تكون بين الانقلابيين وبين الشرعية اليمنية وتحت مظلة الأمم المتحدة، وبالتالي هي حوارات كانية ثنائية تثير العديد من الشكوك، خصوصا أنها غير واضحة وغير معلنة.
وما يتم تسريبه فقط ان هناك تقدم في هذه المفاوضات، لكن على ما هذا التقدم، ما هي مرجعياته، على ماذا تستند، لا احد يعرف. وبالتالي طيب المزاج العام هناك في الرياض استاذ باسم، المزاج العام هناك في الرياض هل يتفق مع ما يطرحه محمد عبد السلام من يعني كلمات في منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما صرح به محمد عبد السلام وما صرح به عادل جويرد الخارجية السعودية أن هناك تقدم في هذه المفاوضات، معنى أن هناك تقارب وهناك حلول تتم بين الطرفين وهناك حلول حقيقية. هذه التصريحات تبنى عليها هكذا تحليل، لكن هو التحدي الحقيقي الآن باقي على إطلاق النار، وقد المتفق عليه هو في 10 أبريل، باقي 3 أيام. هل سيصمد وقت اتفاق النار؟ إذا رأينا أن هناك وقت اتفاق النار من الطرفين وأن ميليشيات الحوثي توقفت عن القصف، فنحن سنقول أن هناك فعلا أثمرت اللقاء بين الجانب السعودي وبين الجانب الحوثي، وربما هذا سينعكس على المفاوضات في الكويت، وبالتالي نستطيع أن نقول أن الترمومتر الذي نستطيع أن نقيس من خلاله مدى التقدم في العملية التفاوضية بين الحوثية والسعودية هو مدى الالتزام الأطراف في توقف إطلاق النار بعد 3 أيام. يعني أن تقترح ذلك أن أستاذ باسم، أن تقترح أن هذه المشاورات تأتي في سياق فعلا تمهيدي لعملية وقف إطلاق النار، وكذلك لمشاورات الكويت المزمع عقدها في 18 من الشهر؟ هذا ما صرح به وزير الخارجية السعودي عبد الجبير عندما قال هناك تقدم في المفاوضات، وهذه المفاوضات كما قال ستكون اللجنة التي سيبنى عليها في مفاوضات الكويت. لكن هذا الكلام إلى حد ما لا نستطيع أن نبني عليه تحليلات إلا بعد أن نرى نتائج هذه المفاوضات. طيب هناك أستاذ باسم من يتحدث عن وجود وثيقة موقعة بالتزام وقعها زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي، هل هناك أي تأكيدات على هذه الوثيقة؟ هذه الوثيقة سربت في الإعلام أن هناك وثيقة، لكن ما هي أجمدة هذه الوثيقة لم يؤكدها الجانب وحده، من يستطيع أن يؤكد هذا هو الجانب السعودي لدينا اللحظة لم يؤكد عن هذه الوثيقة، ولا نعرف ما هي أدبيات ومرجعيات هذه الوثيقة التي تم التوقيع عليها، وبالتالي تظل كلها تسريبات إعلامية غير قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. طيب الحديث عن أن هذه المشاورات تأتي خارج إطار تنفيذ القرار الأممي 2216 على العكس مما يعني يصرح به عادل الجبير من أن هذه المفاوضات لا تزال تحت سقفها، هل المخاوف هذه مقبولة بحسب رأيك؟ هم صرحوا أن هذه المفاوضات هي تحت إطار المرجعية المتفق عليها وهي 2016، لكن من حيث الإجراءات هي هذه التفاوض هي يخالف فيما تم الاتفاق عليه كون الأمم المتحدة ليس الطرف في هذه المفاوضات، وأن هذه الطرف وأن هذه المفاوضات ليست بين الانقلابيين الشرعية وإنما بين الطرف السعودي الجانب السعودي والجانب الحوثي، وبالتالي تهميش الشرعية اليمنية من هذه المفاوضات وعدم دخولها الطرف في اعتقادي يثير العديد من الاستفهامات، لكن نحن سننتظر إلى حين تظهر صحوة هذه المفاوضات، وأعتقد لن تطول بعد يومين أو غدا أو بعد غدا ستظهر صحوة هذه الاتفاقات، لأننا على موعد من اقتراب موعد إطلاق النار، لا بد أن تظهر هذه الاتفاقات ونعرف ما هي هذه الاتفاقات، لكن من حيث الإجراء الشكلي هي تخالف أن أصلا المفاوضات لا بد أن تكون بين الشرع على اعتبار أن الحرب في اليمن كانت بين الشرعية وبين الانقلابيين، وأن التحالف العربي قام بهذه عاصمة الحزم لدعم الشرعية ولإعادة الشرعية، فالأصل أنه يتفاوض لابد أن يكون بين الحوثيين وبين الشرعية اليمنية وتحت مظلة الأمم المتحدة، لكن أن يتم حوارات جانبية ثنائية بمعزل عن الشرعية اليمنية هذا قد ربما يبارة أن هناك ضغوطا قد تمارس على الأطراف السياسية في الرياض لمحاولة تمرير صفقة سياسية مع ميليشيات الحوثي، لا ندري هي مجرد تحليلات سياسية، لكن اليومتين القادمتين طيب ستكشف كل من وجهة نظرك أستاذ باسم وكتقييم وبعجالة إن سمحت، يعني باعتبارك عضو في مؤتمر الرياض، كيف تنظر إلى هذه المشاورات وكيف تنظر إلى المشاورات المقبلة في الكويت؟ أنا في اعتقادي أن الحديث عن مفاوضات الكويت أنها ستحقق السلام، أعتقد أنه من السابق لعوان الحديث عن اتفاقية السلام على اعتبار أن هناك فجوة كبيرة جدا ولم تتوفر الأرضية السياسية الصلبة التي من خلالها نستطيع أن نبني حلول سياسية حقيقية. ميليشيات الحوثي لا زالت تراوغ في هذه الأثناء الذي أتكلم إليك الآن، يتم قصف تعز بطريقة هستيرية، يتم قصف الأحياء، فقط اليوم شهيد و11 جريح في الحياة السكنية في تعز،
هناك اعمال بربريه تمارس هذه الميليشيات، كلها مؤشرات على نستشكها ان هذه الميليشيات يمكن ان تقتل باي اتفاقيه سياسيه، وانه لابد من تعديل ميزان القوى على الارض لصالح الشرعيه اليمنيه من خلال عمليات عسكريه حتى نقبل هذه الميليشيات ان تقدم تنازلات حقيقيه لصالح العمليه السياسيه. هذه الميليشيات لا تزال تراوغ، لا تلتزم بالاتفاقيه السياسيه، هي ترى انها لا تزال تسيطر على صنعاء وعلى دمار وعلى ابو بعض المحافظات، وبالتالي هي ترى انها لا تزال تمتلك القوه ان تقدم تنازلات حقيقيه تقبل فيها السلام وتسلم الاقتصاد الثقيله والمتوسط. انا في اعتقادي محطه الكويت ستكون فقط محطه سياسيه لالتقاط الصوره التفكيريه اكثر من انها محطه سلام يبنى عليها حوارات حقيقيه يمكن ان تخرج الشعب اليمني من الازمه الذي هو. الناشط والمحلل السياسي الأستاذ باسم الحكيمي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ الدكتور عادل المسني. دكتور، يعني هل برأيك نجحت هذه المشاورات أو حدثت هذه المشاورات أحدثت نوع من فك الارتباط ما بين الحوثيين وما بين الطرف الإقليمي الآخر في المعادلة الآن إيران، هل نجحت في ذلك؟ نعم سيدي، هذه تعطي إشارة أولا لفك الارتباط مع المؤتمر الشعبي العام، سنعود إلى مع صالح في الداخل، والآخر أيضا فعلا أضعفت الموقف الإيراني في اليمن على اعتبار أنه الحوثي الآن يتوجه إلى الرياض وليس إلى طهران، وهذه إشارة واضحة بأن الحوثي بدأ أيضا يقبل بإملاءات المملكة العربية السعودية، وهذا الناتج أيضا للتحولات الهائلة في المسار العسكري. وبالتالي الحوثي أعتقد أنه أذعن، وهو يدرك تماما أن قوات التحالف الآن تزحف باتجاه صعدة وصنعاء وترفدها قوات هائلة للمقاومة وأيضا القبائل التي تحتشد أيضا في هذا الحزام الحساس التي يعتبر الحاضنة التي يجيش ويعتمد عليها الحوثي وصالح. وبالتالي الآن المعارك دخلت في العمق، وبالتالي من هنا يأتي ضغط هذه المعارك على الحوثي. والعمل الآخر أيضا يدرك الحوثي والمملكة العربية السعودية وقوى التحالف بأن القوة التي كانت تمثل الغطرسة والاستعلاء والشعور بالتفوق على القوى الوطنية في الداخل أو الخارج للحوثي هي ممثلة في السلاح الثقيل، وقد تم تدميره، وهذا كان عائق أمام أي تسوية في اليمن. أعتقد أنه الآن أنا الأوان، وهذا ما تدركه تماما السعودية المملكة العربية السعودية وهي تسير في هذه المشاورات، لأنها تدرك أنه الآن أنا الأوان فعلا لإجراء تحول حقيقي في اتجاه التسوية، لأنها تدرك أن هذه القوة التي كان يرتكز عليها الحوثي الآن تبخرت تماما، وأن هناك أيضا مفاعيل تدفع باتجاه التسوية. طيب، يعني تطرقت إلى نقطة فك الارتباط أيضا مع علي عبد الله الصالح في هذا أو في هذا الخصوص. يعني هناك الكثير ممن يتحدث على أن الحوثيين عليهم يعني إلقاء السلاح وإعادته إلى مؤسسات الدولة، ومن ثم المشاركة في الحياة السياسية، كما صرح بذلك عادل الجبير في أكثر من مناسبة عن أهداف عاصفة الحزم. الآن السعودية تهدف إلى خلخلة الموقف الداخلي أيضا بهذه التفاهمات؟ للحوثيين أقصد. نعم، المملكة العربية السعودية أصلا لها والتحالف له تصور أيضا، وهو إعادة توازنات للمسألة اليمنية حتى فعلا يخدم عملية التسوية والسير في هذا المسار السياسي، وهذا نجحت إلى حد كبير في تقليم أظافر الحوثي وفي نزع أنابه وتدمير هذا السلاح. وهل فككت جبهة الانقلاب؟ نعم، ما بين الحوثيين وعلي عبد الله صالح. نعم، وتفكيك جبهة الانقلاب، وهو أيضا الذهاب منفردا للحوثي المملكة العربية السعودية صفعة موقعة أيضا للحوثي، وهذا ظاهر أيضا من خلال التراشقات الهائلة الموجودة في بين صفي الانقلاب نتيجة لهذا التغير أيضا، وهذا التغير ما كان ليكون لولا أيضا ضغط التحولات في المسار العملياتي وقرب العمليات أيضا من الجوف وصعدة، وبالتالي تنطلق باتجاه صنعاء أيضا. والنجاح الكبير في الميدي ناهيك عن تقدم كبير في المسار قلنا الإقليمي، على اعتبار أن هناك أيضا ضغط إقليمي يدفع باتجاه محاصرة الإرهاب عن في الضغط باتجاه التسويات أيضا ونزع الاحتقان في المنطقة سواء في سوريا أو في اليمن، وهذا أيضا يقدم المشروع التحالف. ناهيك أيضا عن انسحاب الروس، وهذا طبع قوة أيضا لقوة التحالف وهامش حركة كبير في التحرك في المسألة اليمنية ومحاصرة المشروع الإيراني في اليمن. طيب، في هذه النقطة تحديدا دكتور عادل، يعني المملكة العربية السعودية كانت ترعى إن صح التعبير علي عبد الله صالح خلال فترة طويلة من الزمن، وهي عالجته في 2011 قبل أن يعني يحدث هذا التغير بعاصفة الممثل بعاصفة الحزم. الآن هل يعني لدى السعودية محاولة
تجربة الحوثيين على حساب يعني عمل تسوية مع علي عبد الله صالح، أم سياسيا علي عبد الله صالح خرج من اللعبة؟ علي عبد الله صالح أعتقد لا أحد يقبل بعودته لا على المستوى الداخلي ولا الإقليمي ولا حتى الدولي. علي عبد الله صالح حرق تماما، ورقته احترقت ولا أحد يراهن على عودته، وبالتالي وهذا واضح أيضا من حركة ومسار المباحثات سواء الآن اللي تدار في السعودية أو أيضا حتى على مستوى ما يحصل الآن في الكويت. أعتقد أنه علي عبد الله صالح انتهى تماما، وحتى التعيينات الأخيرة التي قادها الرئيس علي عبد الله عبد ربه منصور في تعيين أيضا علي محسن الأحمر، الفريق علي محسن الأحمر وكذلك بن داغ. نعم، وهذا يعطي أيضا إلى أن هناك شارع ممكن يحتضن الحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للشرعي، وبالتالي صالح تماما انتهى وصار من الماضي، ولا أحد يعول ولا يراهن على عودة صالح لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الإقليمي. وأعتقد أن الضغط الآن يسير في اتجاه أيضا كسر هذه الحلقة، وهو ما يسير الآن في الرياض هو يعني رسالة ومؤشر قوي جدا لصالح ولأتباعه بأنهم تماما فاتهم القطار. طيب، يعني هناك من خلال مراجعة تاريخية عامة لمسار التفاهمات مع الحوثيين في الاتفاقات السابقة، كان يتم التعامل معهم بشكل أكبر على أن لهم وزن أو قيمة سياسية أكبر، أكثر مما يتم النظر للمشكلة العسكرية التي يمثلونها على الأرض. وكان يعني آخر تجليات ذلك ربما اتفاق السلم والشراكة الشهير. الآن هل نفهم من تحركات السعودية أنها تحاول يعني الاستمرار في غض النظر عن القوة العسكرية أكثر، أم أنها وعت الدرس بشكل أكبر وباتت تحاول أن تنزع السلاح عن الحوثيين بشكل حاسم ليس كما كانت الاتفاقات السابقة من قبل؟ حقا المملكة العربية السعودية والتحالف بشكل عام له رؤية أيضا في معالجته، وله مقاربة أيضا في معالجة المسألة الملف اليمني، على اعتبار أنه لابد أن يكون البقاء الحوثي أيضا حاجة خليجية وللتحالف وللسعودية، ومن هنا هذا يفسر أيضا مسار العمليات العسكرية في الميدان. الدول التحالف عندها قدرات هائلة جدا قادرة على الحسم العسكري، لكنها تغلب الحل السياسي، وهذا ما يحصل الآن التلكؤ عن مهاجمة صعدة أو صنعاء، وهي لديها إمكانات التفوق العسكري بكل ما تمتلكه من عناصر القوة وأيضا الجيوش المحتشدة ومن المقاومة والشرعية والقبائل التي أيضا تتعطش للالتحاق بهذا الحلف، وبالتالي لديها مقاومة التفوق والحسم، لكنها تغلب قلنا المسار العسكري لأنها لا تريد أيضا انهيار كامل للحركة الحوثية إذا ما دفعت بالاتجاه بالخيار العسكري. وبالتالي المملكة العربية السعودية والتحالف يرى أن الحوثي أيضا لابد يبقى أيضا الحفاظ على التوازن في اليمن، لأن إذا تخلصت من الحوثي ستعود إلى مربع الربيع والإصلاح، وهي لا تريد هذا المسار المؤلم، وبالتالي هي تريد أيضا الحفاظ على كل هذه التوازنات لتكون. فقط كان الحوثي بامتلاكه للأسلحة الثقيلة وتحالفه أيضا مع المخلوع يمثل، وأيضا الصواريخ البلاستيكية وسكود يمثل تهديد كبير لدول جوار، وهذا تم تدميره، والآن أيضا السير يسير في اتجاه أيضا تدمير ما تبقى من تحصينات، وهذا أعتقد أنه نجحت إلى حد كبير المملكة العربية السعودية في نزع هذه الأسلحة الثقيلة التي تمثل تهديد على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي في الشعور، إعطاء الشعور بالتفوق على القوى على أقرانه في الداخل. وأعتقد أنه الآن استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحدث حالة من التوازن بين القوى اليمنية يمهد أيضا للانتقال للعملية السياسية. دعنا نكمل الحوار دكتور عادل، لكن قبل ذلك نذهب أسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، بعده مشاهدين الكرام نستكمل الحوار، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور، كنا نتحدث أكثر عن موقف السعودية من اليمن بشكل عام في ظل هذه المشاورات أو التفاهمات الأخيرة. الآن هناك تصريحات سعودية تتحدث على أن هذه التفاهمات لا زالت تحت سقف القرار الأممي 2216. هل يمثل ذلك مرجعية يعتمد عليها فعلا، أم أن هذا كلام يعني يأتي في جانب إطار تأطير سياسي فقط وتصريحات إعلامية؟
لا حقيقة قلنا الاتفاقات الدولية عادة يسبقها اتفاقات سرية تقود المخابرات أو أطراف معينة، أطراف النزاع تمهد لإخراج الصورة النهائية للاتفاق، وهذا شيء طبيعي في كثير، حتى مثلا المباحثات بين الأكراد والأتراك هنا قادتها المخابرات قبل أن يخرج إلى الضوء، وأيضا الاتفاقيات التي كانت بعد الحرب العالمية الأولى وغيرها، كان هناك اتفاقية ميكماهون السرية واتفاقية سيكس بيكو وغيرها تهيئ تماما للإخراج الكلي، وهذا ليس لا عيب فيه. أعتقد أنه كثير من التفاصيل ينبغي التركيز عليها ومباحثتها مع الجانب الحوثي، خاصة وأن السعودية أيضا لديها حلقة تستطيع أن تقوم وتلعب هذا الدور، حلقة الوصل ما بين طرفي النزاع سواء الشرعية أو الحوثي، وهي تدرك تماما عناصر الخلاف وهذه التفاصيل، وبالتالي لا ضير أن تعالج هذه القضايا وثم تمهد تحت سقف طبعا المرجعيات القرار المتفق عليه 2016، وايضا المبادره الخليجيه والشرعيه اليمنيه، ولا ضير ان بشرط ان لا تخرج عن هذه المرجعيه، ولا اعتقد انه احد لا بالتحالف ولا ايضا بالشرعيه يفكر بالخروج عن هذه المرجعيات، لانه هذه مرجعيه دوليه ينبغي الالتزام بها حتى من قبل الامم المتحده الراعيه لهذه الاتفاقيه، ولا خوف اعتقد ولا خشيه من ان تنزلق هذه، خاصه وان المملكه العربيه السعوديه وقوى التحالف هي من تمتلك الان زمام المبادره، وهي من بيدها اوراق القوه الان في اليمن، وجيوشه قلنا الآن بعد هذا الانتصار الساحق والكبير في معركة الصفراء والسيطرة على الجوف، وأيضا هي الآن على مشارف صنعاء في أرحب، وبالتالي هناك تقدم هائل، وأيضا في ميدي هناك مشهد عسكري كبير لصالح يسند تماما قوة التحالف، ناهيك عن الضعف الكبير الممثل أيضا في هذا الانشقاق والتصدع بين قوى الانقلاب، وأيضا الانكسار الواضح الآن بذهاب الحوثي إلى المملكة العربية السعودية، وقلنا أيضا على المشهد الإقليمي انسحاب الروس أعطى أيضا عنصر قوة وبعد نعم لقوة التحالف، أيضا هناك أيضا قلق أوروبي من أيضا توسع الإرهاب بعد أن دك الإرهاب عواصم أوروبا، وبدأ هناك أيضا تخوف أوروبي يدفع باتجاه دفع محاصرة الإرهاب وسحب الاحتقان في المنطقة، وهذا يدفع أيضا باتجاه التسوية باتجاه اليمن، هناك أيضا مشاركة دولية للاتحاد الأوروبي في المملكة العربية السعودية، وفي أيضا ما سيحصل في الكويت. طيب في هذه النقطة تحديدا دكتور، يعني الآن هناك من يتحدث على أن عدم وجود الشرعية كممثلين في هذه التفاهمات يضع الكثير من علامات الاستفهام، خاصة مع وجود أطراف دولية وأقليمية كثيرة فيها، في هذه النقطة تحديدا ما هي توجساتك إن صح التعبير؟ حقا الشرعية لا أعتقد لا يوجد مصوغ أصلا للقلق والخوف، على اعتبار أنه المتمرد والمتصلب كان أمام تنفيذ القرارات والمرجعيات هو الحوثي، والآن المباحثات يجب أن تكون مع الحوثي لإرغامه أيضا والتأكد من أيضا التزامه بهذا بتنفيذ هذه القرارات حتى يتم الإخراج لها بشكل جيد في المباحثات مع الشرعية في الكويت، وبالتالي أعتقد أنه لا يوجد مصوغ ولا خشية أيضا من غياب الشرعية في هذه المباحثات. طيب ينضم إلينا الآن دكتور عادل الدكتور سمير الشيباني المحلل السياسي عبر الهاتف في لندن. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا بك دكتور. إذا ما تحدثنا عن وجود مشاورات ليست غير علنية، هي هناك بعض التكتم حولها إن صح التعبير، هل يمكن الحديث على أنها تمثل تحضير أكثر لمشاورات الكويت كما يتفضل ضيفي هنا الباحث السياسي الدكتور عادل المسني، أم أنت تتفق مع الحديث الذي يقول أو الآراء الأخرى التي تقول بأن هناك ما وراء الأكمة إن صح التعبير؟ لا أستطيع أن أقول جازما أن هناك ما وراء الأكمة، لكنني أستطيع أن أقول أن ضعف دور الدولة أو القيادة الشرعية في إدارة الحوارات السياسية الجانبية هو الذي أدى إلى أن تضطر قوى التحالف وفي مقدمتها العربية السعودية للقبول بالحوار المباشر مع الحوثيين في حالة تغييب لدور القيادة الشرعية مباشرة من تلك الحوارات. طبعا نحكم هذا الحكم لأننا أيضا نعاني من حالة من فقدان المعلومة الواردة من مصادرها فيما يتعلق بالقيادة الشرعية، ليست لدينا المعرفة، لم ينبري على أي قناة إعلامية لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا وزير الخارجية للحديث صراحة عن أن تلك التفاهمات التي تدور
في السعودية بين الحوثيين والسعودية تدور في ظل معرفة أو رعاية القيادة الشرعية. من الناحية الشكلية طبعا الأمر لا يبدو مستساغا، لأن الأمر بدأ وكأن الحوثيون قد نجحوا في توجيه رسالة مفادها أن طرفي الصراع هم والسعودية العربية، وبالتالي هم أولى بأن يتفاهموا حول هذه المسألة. من هذه الزاوية أنا أعتقد أن هناك حالة من الضعف، مع ثقتي بأن الإخوة في العربية السعودية لن يفرطوا بمصالح اليمن، لا سيما أنهم يدركون الآن يقينا أن الشعب في اليمن لم يعد في وارد القبول بأي قسمة بيضاء كما تقول اللغة العربية، لأننا قد دفعنا في اليمن أثمان باهظة مقابل الوصول ل ذلك. يبرر أفهم منك دكتور أن هناك مخاوف لدى الشارع اليمني من أن تتحول هذه المشاورات غير العلنية إن صح التعبير أنها ستنتج تسويات مشلولة ستؤجل الكثير من المعارك التي لم تحسم؟ إن أردت الحقيقة مني كل تلك المخاوف مشروعة، لأن حالة الغياب أو التغيب للشارع اليمني ستنتج هذه الحالة من القلق، برغم يقيني من أنه هذا التغيب ليس تغيبا واقعيا، ولكن عدم مجاهرة ومصارحة الرأي العام اليمني من قبل القيادة الشرعية بما يدور جعل حالة الشكوك تزداد وتتفاقم. طبعا المرحلة التي وصلنا إليها الآن هي مرحلة فاصلة فيما يتعلق بدراسة العلاقة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية في مقدمتها واليمن، وحالة التداخل في المصالح بعد أن أنتجت المتغيرات السياسية خلال العامين الماضيين حقيقة مفادها أن برغم أي اختلافات قد تبدو في المصالح بين مصالح اليمنيين ومصالح الأخوة في مجلس التعاون الخليجي والسعودية بالتحديد، إلا أن تلك التباينات لا يمكن أن ترتقي إلى حد التناقض. لهذا أعتقد أن التغير في رؤية السعودية للمصالح اليمنية، التغير في رؤية اليمن أيضا في التعامل مع الموقف السعودي، نتج عن متغيرات واقعية وتوصل لمعرفتها الجميع بسبب تلك التطورات التي أدت إلى ظهور. يعني يمكن الحديث وفق يعني ذلك دكتور أن إهمال الوضع اليمني، نعم، لم يعد أمر يعني فقط أبناء اليمن، نعم، ولكن هذا الإهمال سيؤدي لتهديد مصالح الإخوة في مجلس التعاون الخليجي بل المصالح القومية العربية بشكل عام. يعني في هذا السياق يمكن الحديث أن هذه المشاورات تأتي في سياق التمهيد لمفاوضات الكويت المقبلة في 18 من الشهر الجاي. سوف نأتي على هذه المسألة بالتأكيد. هذه الحوارات غير المعلن عنها ستكون بمثابة الترتيبات لنتائج مخرجات التفاوض في الكويت، لكن هذه الحوارات أيضا لم تأتي بسبب إرادة سياسية حرة لدى الحوثيين، ولكنها أتت بسبب الضغط الواقعي على الأرض من خلال تصاعد العمليات العسكرية ومن خلال تغيير ميازين القوى واقعيا على الأرض، برغم من أن علي عبد المصالح والحوثيون حاولوا أن يتمسكوا بكل ما يمكن أن يشير إلى أنهم لا زالوا أقوياء وقادرون على أن يؤثروا في رسم الخارطة السياسية في المستقبل. نحن نعرف أن المتغيرات الواقعية للمعركة على الأرض أرغمتهم على الدخول في حالة الحرار، لا سيما وأن طرفي التحالف الإنقلابي الصالحي الحوثي قد بدأ يسعى كل منهما مسعى ترتيب وضعه الخاص. نعرف يقينا أن الأمريكان كانوا يلعبوا دور وسيط قوي مع علي عبد الله صالح بهدف ترتيبات معينة، في الحقيقة لم تكن هذه الترتيبات لا في مصلحة الشعب اليمني ولا في مصلحة الأخوة في مجلس التعاون الخليجي وبالتحديد السعودية. لهذا السعودية فتحت طريق الحوار مع أو قبلت بفتح الحوار مع الحركة الحوثية على أساس أنها هي من يمتلك القدرة على التأثير وهي من يمتلك القدرة على توجيه دفة الحوار باتجاه يضمن مصالح السعودية والأمة العربية،
ومصالح الشعب اليمني بدرجة أولى. المحلل السياسي الدكتور سمير الشيباني كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك. دكتور عادل، من خلال سياق المشاورات هذه ومن خلال أيضا نظرة سابقة إلى ما كان عليه الوضع في اليمن، يعني سابقا رفض الحوثيون المبادرة الخليجية، اعتمدوا هذه كيعني شماعة لكثير من التحركات أو النزعات التي ظهروا بها. الآن هل هناك محاولة من السعودية لجر الحوثيين إلى تفاهمات أكثر سياسيا، لعقلنة الحوثيين أكثر كما يقرأ من هذه التفاهمات؟ بلا شك يا سيد فائض، القوى الذي كان يعطي الشعور بالتفوق على أقرانه كان هو الباعث وراء الغطرسة الحوثية، سواء في الاتفاق في التنصل لكل الاتفاقات على مستوى الداخل، حتى كان الحكومة الرئيس هادي يطرح أن يكون الحوار في تعز فكان يرفض، أو في عدن، وكان يصر على الحوار في صنعاء وأن الخروج عن صنعاء وخيانة وانتهاك للسيادة. ومن هذا القبيل كنا هناك أيضا صخب كبير وزعيق حول هذا الموضوع، لكن الآن المفاوضات تتم في الرياض وليست في صنعاء ولا في أي محافظة يمنية، وأيضا التسوية ستكون في أيضا الكويت في ظل دولة من قوات من دول التحالف التي تقود أيضا الحرب بجانب الشرعية، وبالتالي هذا انكسار كبير وإشارة مفادها بأن الحوثي الآن استسلم تماما تحت ضغط هذه التحولات الكبيرة. ما كان الحوثي ليقبل بهذا الحوار في الرياض لولا تغير المشهد العسكري واقتراب قوات التحالف مع أيضا قلنا احتشاد كبير للقبائل وللمقاومة على حدود الآن صعدة وصنعاء، اقتربت قوات التحالف إلى أقصى مدى من صنعاء وصعدة، وبدأت أيضا تطرح مسألة المفاوضات تكون ضمان أيضا على انتزاع الحقوق من الحوثي. طيب، ويدرك بأن هناك أيضا قوة إذا ما فشل الحوار السياسي فإن الحسم العسكري وارد. يعني في سياق التعيينات الجديدة، سواء تعيين نائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر وكذلك تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر كرئيس لمجلس الوزراء، وفي ظل المفارقة التي حدثت أن علي عبد الله صالح خرج قبل فترة وتحدث على أنه يعني يطلب حوارا سياسيا مع السعودية بشكل مباشر، الآن الحوثيون هم من يتحاورون مع السعودية، في ظل هذه المتغيرات السياسية إن صح التعبير، كيف يعني يمكن قراءة الحاضر والمستقبل كذلك؟ حقا علي عبد الله صلاح خسر كل الرهانات، لانه اصلا القى كل بيضه في سله ايران، وبالتالي احترقت اوراقه تماما، لا احد على وعلى المستوى الداخلي تماما، خرجت ثوره عارمه من صعدة الى سقطرى في يعني ثوره يعني مشهوده خرجته تماما من الحلبة، فعاد ايضا بتحالفات مقيته مع ايران ومع الحوثي ليطبق ايضا على خيارات الشعب وتطلعاته، وفي هذه الاحتراب الكبير، بالتالي ايضا هناك اصطفاف شعبي كبير يرفض تماما عودة صالح للعملية السياسية، أيضا هناك اصطفاف إقليمي ودولي، فبالتالي عبد الله صالح تماما قلنا خارج الحلبة، لا أحد يقول بأن صالح سيكون أيضا جزء من هذه العملية السياسية. الآن الرهانات كلها تدور في حول الحوثي والقوى الحوثية الموجودة، وأن تتحول إلى قوى سياسية تمارس أيضا عملها السياسي وتكون أيضا شريكا في صيغة مستقبل اليمن مع بقية القوى اليمنية، وهذا ما تطمح له قوة التحالف بعد أن تماما نزعت فائض القوة التي كان أيضا يتبجح بها على غيره من القوى، والآن أعتقد أن الظروف مواتية بعد هذه العمليات الكبيرة التي دكت تماما وبخرت كل تحصيناته وأيضا سلاحه الثقيل على مستوى الميدان، وبالتالي أيضا قوة الشرعية الآن على حدود صعدة وصنعاء، وهذا أيضا عامل قوة يعطي أيضا مصداقية للتحول للعملية السياسية. طيب، إذا ما تحدثنا على أن هناك يعني قوة عسكرية كانت لدى الحوثيين وكانت لدى الكثير من القبائل اليمنية، باعتبار يعني من المعروف أن اليمن هو شعب مسلح في نهاية المطاف، هناك حديث على أن المرحلة القادمة سيتم نزع السلاح من جميع الأطراف ويعني إعطاء الدولة الحق الوحيد للتحكم بقوة قاهرة تنفذ القانون. في هذه النقطة هل ترى رضا محلي عام على خطوة نزع السلاح؟ هل أيقن كثير من المتحاربين، سواء من المتحاربين وكذلك ممن كانوا يتابعون المشهد بشكل عام، هل أيقنوا أن هناك حاجة فعلا للحلول السياسية أكثر من أي وقت مضى؟
حقا بالنسبة للثورة في اليمن اللي تمثل تماما توجهات الشعب، أغلب توجهات الشعب اليمني، كانت ثورة سلمية، وخرجت أيضا ترفع شعار السلمية، وأخرجت صالح رغم أيضا استخدام السلاح وهذا التحشيد القبلي والطائفي وغير ذلك، لكن أيضا أصرت على الخيار السلمية وتماما وانتصرت وأزاحت صالح من وهذا أيضا إشارة واضحة جدا لأن الشعب يغلب هذا الاتجاه. ما ما ما, ما حصل في اليمن أن صالح وأيضا الحوثي بالتحشيد القبلي والمناطقي والطائفي حاولوا يفرضوا خيار آخر أيضا على السلمية اليمنيين من خلال استخدام القوة بهذا الشكل الفج واقتحام وتسليم صالح المؤسسات العسكرية والدولة العميقة لهذه الميليشيات، وبالتالي تعاملوا بهذا الظرف الذي فرض تماما على الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، وبالتالي استجابت بعض الشرعية القوات الموالية للشرعية وأيضا المقاومة تشكلت أيضا كرد فعل لهذا العدوان استجابة اضطرارية لهذا العمل، لكن أعتقد أن التوجه للشعب اليمني هو توجه سلمي، وهذا أيضا عبر عنه خلال ثورة فبراير التي استمرت لما يربو عن سنة، وهي أيضا تخوض معركة ضروس في كل المحافظات اليمنية، استطاعت أن تجسد هذا الخيار في عقلية ووجدان الشعب اليمني، وأعتقد أنه هذا هو الضامن أيضا للتحول لدولة مدنية، وهي أيضا مطلب أساسي طيب للشعب اليمني. هذه النقطة دكتور، يعني ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدمها سواء دول الإقليم أو كذلك الدول يعني بقية دول العالم المشرفة على المبادرة الخليجية وحتى المجتمع الدولي الأمم المتحدة؟ ونحن نرى تصريحات ولد الشيخ بأنه ليس هناك من ضمانات حقيقية، يعني في وسط هذه الضبابية في هذه الناحية، ما هي الضمانات الممكنة التي يمكن أن يثق بها الشارع اليمني في نهاية المطاف؟ الضمانات يا سيدي، أولا أن قلنا العوائق التي كانت أمام هذا التحول، أمام تطلعات الشعب اليمني، أمام أيضا خيارات الشعب اليمني، كانت هذه القوى التي يتغطرس بها صالح الممثلة بالدولة العميقة الحرس الجمهوري، وهذه الميليشيات التي كانت تجيش القبائل أيضا ضد خيارات الشعب وكعائق أمام أيضا هذا التحول الكبير. أعتقد أنه هذه القوة أيضا تم تدميرها من خلال هذه الحرب، خلال عام استطاعت أن تبخر كل هذه وتدك مفاصل هذه القوى في كل المحافظات اليمنية، وبالتالي تم استنزاف هذا المخزون البشري القبلي الكبير في هذه الحروب اليمنية، لم يعد هناك أمام صالح، سقطت تماما حظوظ القوة الناصر التي كان يعول عليها ويراهن عليها الانقلاب، الآن تبخرت تماما قواتهم، استنزفت تماما هذه الجموع في هذه الحرب خلال سنة، وتم أيضا من خلال الضربات تدمير هذه القوة التي كان أيضا قلنا عنصر عائق أمام هذا التحول. وأعتقد أنه الآن أصبح هناك نستطيع أن نسير في هذا الطريق. الضامن الآخر أيضا أن هناك تشكلت بالمقابل قوة للمقاومة ضاربة موجودة في كل المحافظات، وأيضا قوة للشرعية موجودة منتمية للشرعية أيضا تسند إرادة الشعب اليمني، ناهيك أيضا عن الدور الإقليمي الكبير الموجود أيضا سيراقب هذا التحول السياسي في اليمن والعملية السياسية سواء اقتصاديا أو عسكريا أو سياسيا على كل المجتمعات، وأيضا الرغبة الدولية أيضا في التركيز على الإرهاب ومحاربة الإرهاب ونزع الاحتقان الموجود في اليمن. وربما يعني محاربة الإرهاب لم تتوقف، ونحن نشاهد طائرات الدرونز تقصف وكذلك عمليات التحالف العربي تقصف مواقع تنظيم القاعدة، لكن بشكل عام إذا ما تحدثنا عن داخل إطار الدولة اليمنية لربما لم يتضرر في هذه المرحلة ما تضرر أكثر من الجهاز الخاص بالدولة اليمنية، الجهاز الإداري. كيف يمكن أن تسهم هذه المشاورات في استعادة الدولة، في استعادة المؤسسات الحكومية لقيمتها، لاعتبارها، لاعتبار هيئة أو هيبة القانون فيها؟ نعم سيدي، حقا نحن ما كنا نعاني خلال 30 سنة من خلال حقبة صالح دمر معنا الدولة اللي كان يحكم اليمن، هي مافيا كانت، وهذا الجيش الذي الآن يسخره أيضا لهذه الحرب الضروس وأيضا أفرغه للميليشيات لتقوم أيضا في هذا الاحتراب الكبير، هو يؤكد تماما أن لم تكن هناك دولة بمعنى الحقيقي، بمعنى الدولة كانت هناك مافيا تستعود على كل الخيرات والثروات وتستخدم هذا الجيش للحفاظ على هذه الثروات، ومن هنا قامت
الثورة اليمنية لكنس هذا الكنس هذه المافيا وطرح أيضا أسس لبناء دولة مدنية، وبالتالي أجهض أيضا عليها بالتحالف مع الحوثي وإيران، وأجهض على تطلعات الشعب اليمني. الآن إرادة الشعب اليمني تحاول أيضا تعود عن طريق هذا مشهد التحولات الكبيرة جدا وهذا الرفض من قوات الإقليم التحالف، وأعتقد أنه هذه مهمة يعني غاية في غاية الأهمية للشعب اليمني وأيضا لقوات التحالف. ونعول إحنا على قوة التحالف باعتبارها تمتلك مقومات أيضا الدعم على المستوى العسكري أو على مستوى بناء إعادة بناء المؤسسات اليمنية وإعادة بناء الدولة والجيش وغير ذلك، هذا كله منوط أيضا بالدعم الذي ستقدمه دول التحالف. وهناك أيضا وعود كبيرة جدا في إعادة إصلاح كل المؤسسات الخدمية والعسكرية وغيرها في اليمن، وأيضا إعادة مساعدة اليمن للوقوف مرة ثانية على 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 أرجلي يعني صح التعبير. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل المساني الباحث السياسي في العلاقات الدولية، كنت معنا في حلقة المساء اليمني في هذا اليوم، كما هو شكر موصول لجميع المشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان في التقديم، وتحيات بقية أفراد الطاقم الفني والتحريري كذلك. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.